طافي لايتك لايتك. ما تهجمش، اجي لهنا اجي لهنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد جرومال الخوت. رجعنا مرة أخرى الأرك، نضربوا دويرة هنا في أرك، نشوفوا شنو بغينا نديرو حنا. رانا باغيين نكريو هنا مستعمرة ديالنا ونتوسعوا فيها، ومنها بعدا نتعلمنا أرك ونتطور فيها مزيان. هاهاهاهاها مانيش كنقول نكتة. زيد الخوت غادي نمشي، المهم قلت لكم بلي غادي نمشي نقلب هنايا على الموارد. الفيديو اللي فات كنت خليت كلشي هنايا ومشيت باش نقلب على موارد باش نقادو حوايج. دابا راني لبست واحد البوط، كنحس بالحرارة الصراحة. بغيت نجمع الحديد، المعادن فين ممكن نلقاهم؟ كاين واحد النوع ديال الحجر اللي كيكون فيهم المعادن بحال هادي وقيلا. لا هادي مفيهاش معادن، خصني نكتشف الحجرة اللي كيكون فيها المعدن باش نبقى نهرس غير داك الحجر. هادي لا مفيهاش، بحال هادو لا. شحال نتاعها؟ ليفل 72. تسمح لنا طلعنا لك فوق دارك. هنا كاين المفترسين؟ ما كاينش مفترسين. هادو كيفاش ممكن يمكن لي نروضهم؟ هادو يتروضو بداك سموحات سموحات. نتوما كتروضوا بديك اللعبه ديال الكابلات فرا هادي، كتروضوا بها نتوما هادي. الا كتروضوا بها طلع لي ناضي انا. لا هذا هو داك يتروض به بعض، او اللي يعسوب هذا مش البعض. الله يحمل اللي يعسوب اللي ولدتك بعيد مني. حالا راني نعير. الله يهديكم، راكم تخلعون. الله يهديكم، حسبني مفترس كنت جاي نهرب. بغيت نشوف هذه واش ممكن نجيب منها المعدن. باش نقربوا الحجره ونشوفوا كيفاش داير شكلها. هذا غير الماء اللي راه داير لها هكذا وقيله. يب غير الماء. كاين شي مفترس في هاد البلاصه هادي؟ كاينين دوك ناقلي الملاريا. ناكلو شي شويه فرا. عندي شي لحم طايب؟ مبقاليش لحم طايب، خليت كلشي في الدار. هذا كتدوخ كتدوخ. عطيناها هادي هادي، طلعنا غير شويه في الماكله باش مابقاوش جيعانين. هاد صوت جديد. نتايا نتا مصالحليش اخاي، مصالحليش. عندي ما ندير بك، هبلتني. بغيت نعرف الرابتور واش ممكن انني نشد الرابتور بهاد بهاد الكوردات هادو، واش ممكن نشد بهم الرابتور. اوه خصني نقرب له بما فيه كفايه باش نقدر نعرف واش نقدر نروضه بهذه ولا لا. ولكن راه الا شافني غادي يطفيني. لا هذاك صراحه هذاك الحيوان خاصو مخدر. المهم غادي نمشي انا دابا الخوت، غادي نرجع للبلاصه اللي راني داير فيها ديك المستعمره الصغيره اللي عندي تما. خصني بعدا نجيب صاد داك الباراسور اللي راه عندي، حقاش مهم بزاف صاد انني نبقى ناخذ الباراسور ونطلع به اللوتي به. الديناصور الوحيد اللي مات فرحان هو الباراسور. ما الضحك. سو بغيت نخدم فر هذاك اللي كان هنايا، كان هنا عاد دابا فين مشى؟ جاي عندي. اوب 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 اوب. ما نقدرلوش ما نقدرلوش ما نقدرلوش. لا صافي بعد مني بعد مني بعد مني. بليز 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 بليز. او نو غادي يضيعني في هاد الشي. خرب لي كاع المنطقة. واو 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 داك المخرب خرب لي الدار. صافي اجي 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 قتلني ومتخربش الدار. الصك ديالي راه قريب له. ولا ولا سير اصاحبي سير سير اصاحبي. ضربك انا بغيت نضرب فيك. سممني
شو راه يدير دابا؟ تو عليك ضيعني في كل شيء. قلت لي قال حمد كان عندي هنا سن ضروري شي تيراكس ولا شي حيوان مفترس يكون هنا ضروري. هرس لي تصنادق اللي كانوا هنا هرسهم لي. نصنع الأسلحة. هذا ما كان عارف الأسلحة. أنا ما كانش سلاح آخر. نصنع له بانسو ندغدغ له المشاعر ديال. أرى لي أرى لي الخشب أرى لي الخشب. كان لهذا السهم. رام عندي الأسهم عندي الجد. غادي نمشي نشوف الأسهم. رام عندي هنايا عندي الأسهم الجد. خصني شي صندوق نحط فيه هاد الشي. هذا حطنا هاد الشي هذا أنا لداخل. اوكي ممتاز. حطينا الاسهم حطنا دي هنا باش ما نخسروهاش. المعادن حطهم تاهم تما. اوكي فين مشى؟ شحال عندي بعدا الاسهم باش نعرف واش نهجم عليه ولا ندير فراس؟ 46 ممكن يكفيوني. ايوا ممكن يكفيوني. رغي انا نعرف النيش وصافي. فين مشى؟ ضيعني يعني في الحيوانات اللي كان عندي هنا روضتهم ضيع فيهم الوقت. يجي فتالي زمان غادي نطلقو. خلاص واش ممكن تبقى بلاصة واحدة؟ خلينا نضربك 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 نضربك. ضربتك تانا كل لي اللوت كامل. خصني نخدم الاسهم. الاسهم ما يمكنليش نخدم اسهم. عندي 46 سهم اقضي يعني فيهم. ضيعت راسي فيهم. ماشي ضيعني فيهم. اوكي غادي نولي نصلحو شخصو. هذا خصو الفيبر. اوكي ماشي مشكل الفيبر. بس زعما انا نطلق منك دابا. قالو هالك اوليدي. خلني خسرت عليك مع شحال من سهم باش معرفتش نيش مزيان. علاش نزيد نخسر عليك كتر؟ كان غادي نستسلم. مالا تنقتلك كامل تنقتلك كامل. ارى لي شي حاجة اللي قوية بحال هادي مثلا. لوتيوه لوتيت داكشي كامل اللي خصني. مزيان دابا راني رديت الثأر. تقمت لداكشي اللي دار لي. نصلح داك الشي ديال لا لا ضيع لي الباراسور وضيع لي هذاك الحيوان اللي ما فهمتوش واش هو هذاك على والو. ارى لي دابا نقدر نرقع هادي سروال. اوكي نقدر نرقع تا السروال صافي. هادو اللي ضاعوا. هادي شخصها باش ترقع. طب باقي لهم شي شويه. هادي شحال خصها صافي تضيع وندلوها. مزيان. هادو علاش صالحين؟ هادو ما صالحين لوالو. ما عمرني عليا البلاصه على والو. كان عندي بزاف تاع اللوت مشى. واش غادي ندير الخوت؟ غادي نخوي اللوت اللي عندي. غادي نخوي هنا في الصندوق. نخوي هنا اللوت هاد اللي عندي. ناخذ معايا غادي ناخذ معايا الماكله وداكشي اللي غادي نحتاج.
اجي ندعم ما شي شي عطينا انت شي حاجه. قلعنا هذا الشيء هذا فين راه قلعنا الشيء هذا من يدي طحت هاي. اوكي طب الباراسور خصني ارى لي هادي صافي دبرني خديت منه هاديك ارى لي نعطيلو ياكل كياكل هادي الباراسور نورمالمون خصنا نعمرها نوريتور هو يختار اللي بغا هو غالبا كيبغي البلاك بيري هو اللي مسمينه هنا الازول بيري او راه بدا ياكل او واحد اخر هنايا نروضو تا هو اجي ندعمو اوكي سو غادي نمشي ناخذ من الاخر اللي راه ليه هلا طايح نمشي ناخذ من عنده شويه ديال هاد النباتات انفنتوري وندخلوا لهنايا ناخذ لك شويه ارى لي قسم لنا هذا خلي هادشي عندك نمشي نفيق الاخر اللي راه ليها هاد الاخرى فيقوا هادي حتى هي نشوفو كان يديروا مع اش تاكل هادشي هذا اوكي غادي نسميو هاديك سيسي هذا راه كتفيق هنايا مزيان كيفاش نخدمو لها السادل ديال الباراسور جلد شحال قاعد جلد راني مخليه في الدار حقا نزيدو له في الليفل نقدر نزيد له في الليفل راه هذا كي اكس بي عاد هذا راه قريبة تفيق اجي معايا اجي معايا انا نقول لك لا 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 ولي 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 سميوها باراسي باراسيتامول اجي هنا اجي اجي سبعشرين أربعة وعشرين نايس أنا الليفل 64 ناض يا خاي ريحوا لنا هنايا أجي وريحوا هنا ريح لا بقاو هنا دابا غادي نتحركوا الخوت غادي ندخلوا حنا وسط الغابة كنسمع صوت ديال المفترس هذا نتايا درنا كاع واحد الفضيحة صاحبي شحال ليفل 20 نقدر نروضه انا صراحة ما بغيش الروض ما بغيش الروض واحد عطاني 40 لادر سما هادوك اللي كان روض بهم اللي كنشد بهم الحيوانات اللي كيكتفوا دوك راه ما خصنيش نبقى نتمشى بلا بهم لا طحت من هنا الله يرحمني ولي ندور على اللوت ديالي شوفوا هنا واش كاين شي حيوانات كاين ما يدار هنا ولا ما كاين ما يدار حيوانات والله حيوان جمعوا بعد هذا الحجر واش كان الباراسور وهذاك اللي ليها نايس هذا غادي يعذبني صراحة انا ما فيا ما يتعد خصني داك الكبير انا اجي عندي ماشي ما لا 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 زيد لي زيد لي عطيني هادي شلوتي ولا ذر مزيان شلذر بالنسبه ليا مهم حتى هادي كنظن نكون نشدها نلوتيها لكن صبر بغيت نشوف هادي كيفاش تقاد قادها قادها لا انت ما الضمان محتاجينها لهاد اوكي كنت باغي نصاوب الباراسور ديالي بغيت نصاوب لهم سادل
دابا راني جمعت الموارد ديال السادل باش نقدر نقاد هاد الباراسور ديالي. دابا خصني غير نرجع عند الباراسور وصافي. شو هذا؟ صبر 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 نشوف واش هادشي اللي لقيت هنايا. Celadonta utilicero is a friendly herbivore. اوكي هاد السيده هادي شرحت لنا بزاف ديال الحوايج باللي داك النوع ديال الحيوانات اللي سميتو سوروس ما كيف سميتو. قالت لنا بلي داك الحيوان راه خطر. اه شفت قداش اصاحبي جاي تعباني من شارب منك راني ها كنجري باش نمشي نقاد فيه الساعه داكشي وصافي راه ماشي مسالي. اوكي ها راني وصلت عند هادو غادي نحاول نقاد داكشي اللي كتب الله. صادل ديال الباراسور باقي خصني الفيبر. اوكي صافي الفيبر ماشي مشكل قادو دابا كاع. تنقادو الصادل ديال الباراسور كنظن بلي صافي دابا اداني لعب. نقدر نقاد واحد اخر عاود فابريكي تبقى خصني الجلد. اوكي ماشي مشكل نقادو واحد وانت استوي دابا في هذا الفيديو هذا الخوت. ها هو راه سهل هذا اللي قديناه. غادي ندخلوا لهنايا الانفنتوري ديال من شكون اللي فيه شكون اللي عنده ليفل عالي. ندخلوا لهاد باراسيت او غادي نعطيو له هاد السادل هنايا ونطلعوا في هاد الباراسيتامون. اهيا اللي قادر تنزلوا اجيو هنا اجيو عندي اختكم من داك الشيء. اوكي تفاهم معاهم نايس. اللوت عندو ماضي كيلوتي غير النباتات مكيلوتيش هادشي. باقي في الوزن ديالو شلون ميدا. هلو هاي هذا باستعمال هاد الباراسور يمكن لي انني اللوتي شلا حوايج وفي نفس الوقت هو بعدا راه ياكل اللوتي وبعدا لهاد السيد هذا اللي تيم راه تابعني. ندخلو هنايا وناخدو رانا شي شويه من هنايا. خد داكشي فرا الاخر اجي نعطيوك هادشي هذا هاكا اخي هاكا هاكا اخي مبقاش فيك الحال. اني باغي جلسو هنايا صبر بغيت هادي هذا نطفاه صافي الله يهديك صافي الله يهديك وما تهجمش اجي لهنا اجي لهنا. انا مشيت لهذيك القشعره هذيك نخليوها شي فيديو. هذيك اللي راه ملهيها ولا هذه اللي راها هنا الخضره المهم هادو ديال اللوت غادي نخليهم لشي فيديو واحد اخر الخوت. المهم هذا ما كان عندي في هذا الفيديو هذا. لعجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب بارطاجيو مع صحابكم. استناوني في الفيديو الجاي ان شاء الله.